السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي حبايبي. سوق الفاكهه سوق العبور، جاي نشوف شويه فاكهه واسعارها. ادي الخوخ، لسه ما اعرفش حد منها، ما اعرفش اسعار. صباح المانجا بقى، المانجا طلعت، بس المانجا دي بقى ايه؟ السلام عليكم، بكام المانجا؟ المانجا بكام؟ بكام؟ مش عارفه بقى متجمده ولا مش متجمده. انا عارف دلوقتي بيقول ان المشمش اسعاره اتغيرت. ما شاء الله، ازيك عامل ايه؟ ازي صحتك؟ عايزين نصور. عامله ايه؟ طب مش دلوقتي. ماشي، بس عايز اعرف المانجا بكام؟ المانجا ب 40 جنيه بس مش دلوقتي، لان العدد شايط شوطه. لا لا، انا اعرف بس سعر المانجا وامشي. المانجا دي لسه ب 40 جنيه. دي ب 40؟ اه. واللي جنبها تيمور برضه ب 40 جنيه. ده انا جايب ناس كتير قوي على فكره. ودي ب 40، ودي ب 40. لا كلها الورق دي كله، بس المانجا الورق اللي منه دي يعني 200 دي 40 جنيه ولا 60. ده اللي عندنا في سكه 30 جنيه، واللي عندنا احنا 45 جنيه مجال دي. من غير دي. يا حبيبي غاشر. الحلو عندي. لا هو 45. 45، طب المانجا دي السكر. السكر ب 40 جنيه بقى. يعني العدايه تعملها كام؟ 8 كيلو. طب 4 في 8 كام؟ 32 320. قول بقى كده رقم التليفون. 01244670. فرج النجاعاوي. رقم التليفون قصدي المكان. عنبر واحد. عنبر واحد، محل 21، على التاكسي وقال المحيي. ماشي، انا هبعمل بقى بصه كده. والاناناس بكام؟ الدوشة اللي احنا فيها دي مش هنعرف نصور حاجة. لو انا جيت مكان غلط. كام البرتقال؟ برتقال بكام؟ ده يا فلاحي؟ خمسة؟ تعمل لها كام؟ 20 كيلو؟ وجيب ستة؟ كله عنبر اتنين. عنبر اتنين. وايه ده فلاحي برضو؟ ممكن اصور؟ ده فلاحي؟ ده بكام؟ 7.5. شكرا يا معلم. مانجا بكام؟ ايه؟ 25. 25 جنيه حتى. ايه؟ 25 جنيه. مانجا نوع ايه؟ في 60 او 20. لا بجد في مانجا دلوقتي بالسعر ده؟ اه والله. طب وريني، انا هاخد اصور. اصور ايه؟ اصور وهشتري بجد ب 20 ب 25؟ ايوه. وريني بس ايه، ناشفه ولا خضراء؟ عايزها مستويه ولا عايزها حضرتك؟ لا عايزاها حلوه. ولا عايزها زيعي؟ لا انا عايزه ده وده، بس انا هشتري. انت عايزه زيعي ولا لا؟ هشتري برضه، انا بشتري. وعايزه اشتري. عندك تفاح بكام؟
وريني. طيب سمي. بسم الله الله أكبر. الله يحسن فوقهم يا رب. نلحق ايه بقى؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بس دي ناشفة لسه صح؟ كل عصير يا أم بتاع العصير ياخدوه بتاع العصير يعلقوه. ما شاء الله. استنى بس ماشي يعني ما نتاكلش ما تتاكلش؟ في تتاكل سفينة عشان كده بس سعرها حلو. تترى الأول ده ما ده أنا لو جبتها للعيال دلوقتي كده ياكلون أنا. التفاح بكام؟ لا أنت هتسيبها كده بقى. لا المانجا مش هاخدها، انا عايز حاجه تتاكل. انا بقى عايزه تفاح ومانجا. خدي المانجا تعالى وريها. ده انا اصلا هعمل لك اعلانات ببلاش يا معلم. انت في ايه؟ ازاي وانا ازاي مش هعمل حاجه؟ دي ايه بقى؟ دي مستويه. دي صديقه. دي صديقه ب 20؟ هديه لا اله الا الله. لا اله الا الله. على فكره ناس بتاخد فلوس على الكلام ده انا ما باخدش. اشتري بس انا عايزه حاجه تتاكل. يا جماعه مش عارفه في ايه. ناشفه يابا لسه. دي سديه. بس دي بتبقى اكبر من كده. امال ايه ده؟ ايه ده؟ دي ناشفه لسه. تعمل لها كم كيلو دي؟ 20 جنيه. 20 كيلو؟ لا تعمل لها كم كيلو؟ كم كيلو؟ تعمل لها 18. في 2 ميه 18. لا تعمل 18 كيلو. 200؟ لا لا كتير كتير على انها مش هتتاكل كده. لا التفاح بكام؟ بصي في مسوم من قدام بص عليه. ما انا بيني وبينك المانجا ما تشتريهاش دلوقتي بس انا بتكلم في حاجه. ما انا بتاعت انا فيها ليه ما انا ما اشتريهاش دلوقتي؟ هي بتاخد فكره انا ما بحبش الفكره. شايفه هو كل واحد بيجي يتخلى عليا ليه؟ مش يتخلى يا ماما. هو ده زرع ناس. انا ماشي زرع ناس. انا ما فتحتش العرض وخلاص. انا ما فتحتش. انا ما فتحتش. بعد اذنك حاضر. اتفضل. انا اللي عملته كده يعني؟ انا اللي فتحتها؟ انا اللي فتحتها. والتفاح بكام عندك؟ ب 20؟ وبره اغلى من كده؟ هو ب 20 جنيه. التفاح شغال 28 جنيه اللي جوه. لا والله. ده ب 28؟ ده ب 28؟ براحتكم. ازيك يا حاج عامل ايه؟ عندك شهد؟ ايه ده التين طلع؟ بكام التين؟ ايه؟ انا بشتري من عندهم على طول تين وورد. عنب؟ تمام شهد. شهد بكام؟ ازيك يا باشا عامل ايه؟ من السنة اللي فاتت ما جينيش. ما صورت السنة. اللاتين بكام؟ تم بسبعين. بسبعين؟ والشهد؟ شهد بعشرة. شهد بعشرة؟ طب عايزة واحدة كويسة. هو ده ناشفة يعني تتاكل؟ طب نقلي واحدة كويسة. والعنب؟ العنب بكام؟ ابعت لي واحدة. العنب ب 20 يا جماعة. ماشي هات لي دي. بص هات لي دي. ب 20 جنيه. هات لي هات لي واحدة عنب واحدة شاي. نشوف أسعارهم كام.